إلى أنه إذا تزوج الشخص ففي يوم الزواج أو ليلة الزواج يجلس في كرسي هو وزوجته إلى جواره بين المدعوين، فيأتي الناس يباركون له نساء ورجالا، يصافحونه ويصافحون زوجته، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا من العادات السيئة، وإذا كان فيه مصافحة للرجال الأجانب للمرأة التي ليست محارم فإن هذا حرام كما سبق. وكذلك دخول العريس على النساء وجلوسه إلى جانب امرأته أمام النساء هذا أيضا من المنكر وفيه فتنة، وقد يرى من النساء الحاضرات ما لا يجوز النظر إليه أو هن يفتتن به. وكذلك العكس، المجيء بالعريسة إلى مجمع الرجال وجلوسها أمام زوجها ويصافحها الرجال، كل هذه منكرات ومحرمات، والواجب الستر في مثل هذا، لأن يدخل العريس على عريسته في مكان معد لذلك وخال عن الناس. نعم، بارك الله فيكم.